بالنسبة للمواصلين احنا تقريبا على المستوى الوطني، احنا تقريبا على المستوى الوطني رانا في 60-70%. ناخذ كمثال يعني عينة اللي مشينا فيها مليح سكنة ال بي بي. الان سكنة ال بي بي على المستوى الوطني كلها للعقود ولليبر فونسي لي بيرميت كونسيرفير يعني ايطابي، يعني اي واحد يدفع 100% من المستحق نتاعو يتحقق على عقد الملكية تاع السكنة. كالدولة تعطي المثال في لو ريسبي دو لا لوا لا ريسبي دي تاكس افون يسكن في سكنة وبعد توقع مشاكل عائلية وتوقع وفاة وتوقع كذا وتخلق نزاعات وشكون يورد واش يورد إلى آخره. إنسان اللي دفع السكنة تاعو يدي عقد الملكية إلا في سكيل براسو. احنا مشينا حتى مع سكنات عدل وين قلنا لهم اللي يدفع المساواة تطبيق التعليمات يعني السيد رئيس الجمهورية، انه حتى الانسان اللي يسوي الوضعيه تاعو ب 100% ويدفع المستحقات نتاعو قبل يعني انقضاء 25 سنه تنقص 10%، وحنا رانا نطبق فيها الان. لا 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 شو لا ديال دخلت في التقاليد تاع البلاد، حاربوها وحاربوها 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 خرج في التفاصيل. اليوم الحمد لله الوزاره تدافع عليكم والرئاسه تدافع عليكم والحكومه تدافع عليكم، اذا المفروض يعني ما فيش مشاكل. عندكم بنك تاع السكن دروك، نعم مفروض لا ديال ما تقعدش مع السفير تشوف رميت الحال طبيعه الحال. لا ديال هي شبه اجتماعيه، ماشي اجتماعيه 100% ولكن فيها 50% اجتماعيه، الناس تدفع راهم يدفعوا ما راهش يسكن باطل. لا لا ندفعوا يعني. اذا فو با ابوندوني هذا السيستم. لا